وللحديث عن الانتقادات الأممية لحرمان النازحين من الوثائق الأساسية في نينوى ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا بكم، تحياتي. أهلا بك أستاذ ضياء. المنظمة الدولية للهجرة تقول إن آلاف العائلات لا سيما من محافظة نينوى ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على وثائقها المدنية الأساسية. يعني السؤال هنا، لماذا تواصل السلطات حرمان تلك العائلات من حق كفله لهم القانون؟ حقيقة هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية وعرقلت أمور المواطنين العراقيين في هذه المناطق المنكوبة ومن ضمنها الموصل هي عملية سياسية وعملية ابتزازية للمواطنين الموجودين في هذه المناطق، لأنه يتعلم جيدا أنه حرمان المواطنين من الوثائق الرسمية والتثبيتية كعراقيين يعني حرمانهم من التعليم، حرمانهم من الوظيفة، حرمانهم من العمل، حرمانهم من التنقل. هذه كل الأمور تتعلق بالوثائق الرسمية المتاحة، والمفروض أنه الحكومة العراقية في هذه الحالة توفر هذه الأمور وبصيغة سلسة، لأنه الأمر ليست متعلق في المواطن وإنما الأمر متعلق بالحكومة العراقية. الحكومة العراقية ليس لها الرغبة بمساعدة النازحين وبمساعدة الأشخاص الذين فقدوا وثائقهم الرسمية، وهذه ممكن الاستعانة بالوثائق التي متاحة عند المواطن والمتاحة من قبل الحكومة، لأنه إثبات العراقي ليست فقط الجنسية وإنما وثائق عديدة تثبت هذا الشخص عراقي، ولكن الحكومة العراقية ليس لها الرغبة بالعودة إلى هذه الأشياء والإجراءات الرسمية ممكن تتخذها الحكومة وبمساعدة هؤلاء الناس حتى تعيد حياتهم الطبيعية، لأن فقدان الوثائق الرسمية يعني شخص يكون مهمش، شخص لا وجود له في العراق، وهذا الأمر حقيقة اتخذته الحكومة العراقية أنا أتوقع هو أمر سياسي ليس له علاقة بالحكومة العراقية، الأمر بعيد عن الإجراءات الحكومية التي تتخذها بالوقت الحاضر ضد هؤلاء المواطنين. طيب أستاذ ضياء، يعني ولكن هل يكفي مجرد التصريح من المنظمة الدولية للهجرة عن أزمة أهالي نينوى والعائدين؟ يعني لماذا تغيب أدوات الضغط الحقيقية على الحكومة في العراق رغم وجود بعثة أممية فيه، هي بعثة يونامي كما تعلم؟ نعم، هناك البعثات ونحن نعلم أنه حتى المساعدات للاجئين ومساعدات المخيمات قطعت من هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الموجودة في هذه المناطق. السبب لأنه تريد حلا لهذه المواطنين، تريد حلا لهذه المجاميع البشرية التي تسكن في المخيمات، والمخيمات الحالة الإنسانية والحالة الصحية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية في هذه المخيمات صعبة جدا، صعبة إلى الغاية، لا يمكن للمواطن العيش فيها في هذه المناطق، لأنه هذه المخيمات لا توجد فيها الإمكانية العيش الكريم في هذه المؤسسات، لا يوجد غذاء، لا يوجد تعليم حسب ما هو المطلوب، ولا توجد صحة، ولا يوجد عمل لهؤلاء الناس الموجودين. نعم، أيضا لماذا تستمر سياسة العقاب الجماعي لأهالي نينوى والعديد أيضا من المناطق الأخرى رغم مرور كل تلك السنوات على استعادتها عسكريا؟ حقيقة هي العملية انتقامية، وحسب التصريحات بعض المسؤولين العراقيين هي عملية انتقامية لهذه المجموعات بحجج وذرائع غير موجودة في هذه المناطق، وحسب تصريحات نور المالكي اللي هو كان رئيس الوزراء وسمعنا التصريح الأخير مالته، يعني منتقما لهذه المناطق، حامل غيث لهذه المناطق، هو يريد أن يدمر هذه المناطق ويتحلف بتدمير هذه المناطق، يعني هو عندهم حقد لهذه المناطق. أنا لا أعرف الحقد، وبالتأكيد هو الحقد طائفي، والحقد ليس طائفيا حسب ما نعرفه، لأن العراقيين متعاشرين مع هذه الحالة أو مع حالة الطائفية الموجودة
كانت في السابق لا توجد هذه الطائفية مثل ما موجودة بالوقت الحاضر. إذن التعليمات تأتي من مؤسسات تعمل في داخل الحكومة العراقية، والحكومة العراقية الموجودين والمتسلطين على أرقاب العراقيين في الوقت الحاضر هم ليست العراقيين. الحكومة العراقية ليست حكومة عراقية بحتة، وإنما حكومة مسيرة من قبل إيران. أنا لا أقصد الشعب الإيراني، وإنما أقصد من قبل ولاية الفقيه والمعممين الموجودين في إيران الذين ينتقمون من هذه المناطق. إحنا نعرف هذه المناطق أغلبهم كانوا في الجيش العراقي السابق، ولهذا السبب يعني هذه عملية انتقامية لهذه المجاميع البشرية من في هذه المناطق، ليس في وإنما في المناطق الأخرى من العراق. نعم. يعني منطقة ديالى أيضا هي بعيدة، منطقة حدودية أيضا. هذا التقليل من عدد السكان في هذه المناطق، وإضافة إلها سكان جدد هاجروا من مناطق أخرى، دخلوا إلى الموصل أو دخلوا إلى مناطق أخرى في جميع أنحاء العراق، معناتها التبديل الديموغرافي الموجود في هذه المناطق راح يصير في إرباك، وهذا الإرباك هو ما تستفاد منه الحكومة العراقية. نعم. أستاذ ضياء، سريعا لو سمحت لي، وزارة الداخلية في كردستان العراق تؤكد أن معظم النازحين يرفضون العودة لمناطقهم التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة. السؤال هنا، كيف ستصرح وزارة الهجرة والمهجرين إذن بأنها اقتربت من إغلاق الملف؟ كيف ستغلقه؟ حقيقة أن الأمر غريب من المسؤولين العراقيين ومن الوزيرة العراقية الذي أدت بهذه التصريح بغلق الملاجئ العراقية أو المخيمات للاجئين، وهي تعلم جيدا لا توجد في المناطق المنكوبة لحد الآن، لا توعد، لا يمكن السكن في هذه المناطق، لأنه هذه المناطق دمرت بالكامل، خاصة المناطق في الموصل. يعني حقيقة أن الموصل دمر، كثير من المباني وكثير من الأماكن دمرت في هذه المناطق، وهذه المناطق التي دمرت في العراق لا يمكن النزوح إليها. طبعا المواطن يقول لك أنا أروح إلى مكان لا فيه ماء، لا فيه كهرباء، لا فيه مدارس، لا فيه شوارع، لا فيها مستشفيات، يعني يذهب إلى الجحيم، يعني يخرج من جحيم إلى جحيم أكبر من هذا الحالة اللي هو موجود فيها بالوقت الحاضر. نعم. إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.